هي يعني ليست قاعدة متفق عليها، فيها كلام لأهل العلم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا نزلت آية في شخص معين طيب فلا تكون خاصة به، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقيت امرأة في الطريق فقبلتها، وندمان جاي ندمان، يعني كان يقول كيف أكفر عن خطيئتي، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس الرجل حتى جاء وقت صلاة العصر، فصلى النبي العصر صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن قضى الصلاة قال أين السائل؟ فجاءه فقرأ عليه قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ففرح الرجل وقال اذهب فقد غفر الله لك. فقال الرجل يا رسول الله ألي خاصة؟ يعني هذه الآية لي أنا بروحي، لي خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للناس كافة. فهذه الآية نزلت بخصوص هذا الشخص، لكن حكمها لكل أحد، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه هذه الآية. طبيعي جدا أن كثيرا من الآيات نزلت لأسباب معينة، لكن القرآن كما هو معلوم ولا يخفى على شريف علمكم أن القرآن نزل لكل مكان ولكل أحد ولكل بلد، صحيح؟ صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد. فلذلك قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه هذه الآيات. ومثل القصة المشهورة بعد الذي اتهم زوجته بالزنا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، تطبق إلى الآن في كل أحد. فالسبب الذي نزلت في هذه الآية قصة عويمر، لكن الآن عامة في كل أحد. هذا هو، والله العلم عند الله جل وعلا.